العالم يبغيك يا الحمراء. ماتش وتحمل نلف مع النمدي مسخون انت تعرف مع النمدي قدر حمل نلف ديما ماتشوات ما عندهمش معناتها كهونات ده ما احنا ان شاء الله عندنا ثقه في ولادنا باذن الله نروحوا بالانتصار من غادي كاين ولا نصور هني اثنين بواحد اثنين بلاش شكون باش يمركي مالي طول ما عادش فاهم معناها شكون محدد باش يمركي بالضبط معناها نجم حتى من ديفونس كورنيل يطلع مرج من كما ماتش سي اس اس فهمتني ان شاء الله والله ما باش نقول لك الكرات ثابته حاجه كيف هكا معناها ما باش تقول لي نتكهن قبل كان بوجناح نجم نقول لك بوجناح باز باش يمركب تو نجم تكهن اي واحد نجم يمركب ان شاء الله مربوطه وان شاء الله جيت كل يكولوا بالعمر وان شاء الله يعطيكم عندهم وان شاء الله وان شاء الله اثنين باش عندي دور كوستا وعمر بواسطه عايش انا مروحه صعيب شويه من انا حول الله في الجيب اي بارتي كوب وحملنا معروفه يعني في الباركور تاعها تاع الكور كيما معروف تشد فينا صحيح ما انا بحاول ليها محاضرين مع لونترينير جديد وفورماسيون ان شاء الله موجوده حاضر ان شاء الله زدت صعيبه شويه نزيرو مش كل شيء ماركي اخلا كوستا يمكن الكوستا يماركي ولا البواز والله ان شاء الله ساعه فيكتوار جيبوت ودرو بوا ان شاء الله ان شاء الله كان فيه سكور ان شاء الله هذا واحد ان شاء الله ملكي من عمر وعمر ان شاء الله ساعه مربوحه حاجه ان شاء الله ما يخيبوناش ولاد غادي مالغري لي تيران صعيب وان شاء الله كوستا يماركي ورجعنا ان شاء الله فين بواحد لينا كامبيوني ان شاء الله تزينا قول لهم كان زون روسنا فوق حطوا بين الكوات من فوق ديما احنا معاها ومن نحب هذو من فوق رخلة كلهم حطوا اليوم الاتوال في قلوبكم ان شاء الله مربوحة انا قليب هما يعرفوا ديجا جمهور الاتوال ومعلم الناس كل يدس فيهم الناس كل وراهم ومن الاخر يعرفوه اللي ما يرضاوش بدل الانتصار خاصة معناها في ماتش كوب واحنا ماتش كوب نتاع عمنا ونخدرنا بالمي فينال وهزين ثلاثة مرات انا لازم نرجع وعلى الاقل على الاقل نرضاوش بقلب الفينال ان شاء الله يحطوا في قلوبهم يكوروا ان شاء الله يجي الفرع في الكوب وان شاء الله يطلعوا عندي ميساج للعبيد ما رانا كنا نقفوا مع الاتوال خايب قبل البيه وما ننساوش عمنا كيفاش جابت لنا الكاف والشامبيونات والكوب نحت لنا من هنا رغم اللي الكوب نحت لنا من هنا ما معناها تقعد تقول جاي برجي